مبدئيا المنتخب الروسي بيلعب 4-4-2 صراحة، سيبك بقى من كلام الإخوة اللي كانوا قاعدين بيحللوا في اللي كنا بنتفرج عليها دي، يقول لك 4-2-3-1 و4-1-4-1 والهري ده، هو 4-4-2 صراحة. فيودور سومولوف فرود، وبيخش جنبه ألان زاجوييف قبل ما يتعور ويخش مكانه ألكسندر جلوكوفي. فبيلعب 4-4-2 صريحة. طبعا عنده سرعات في الجزء الامامي جبارة. يعني ألكسندر جلوفين ده ده يعني سرعة غير طبيعية غير طبيعية. في الهدف الثاني عامل السبرنت بتاع 35 ياردة 40 ياردة ضرب الدنيا كلها بيها. يستاهل الخناقة ما بين تشيلسي والارسنال. ده لسه ده هو اللي جاي. يعني طبعا بعد ما اتفرجت عليه النهارده لا والهدف الاخراني اللي حطه الفاول واقف اكنه بيضرب ضرب الجزاء. يعني طبعا الاهداف مش موجوده معانا فمش عاوزين يعني نتكلم عليها بالتفصيل علشان ما نبقاش اكننا ايه يعني بنشرح حاجه مش موجوده. فانت النهارده بتضغط ضغط على الماشي، خدت المبادره ماشي خلاص، ارجع بقى قفل خطوطك وانت عندك مجموعه السرعات اللي موجوده قدام. منتخب روسيا بجلاله ادو هو اللي بيامن وبيلعبك بعد كده على الايه على الفاضي في المساحات بتاعتك. طب النتيجه 1، طب غير من اسلوبك. طب النتيجه 2، طب انا عايز اخش جوه الجيم عندي امل. طب بقى 3، اقفل خلاص بقى انتهت خلصت. وبعدين يعني ايه، انا النهارده كمدير فني قاعد برا او كلعيبه، يعني انا وخالد بيبو كان زميلنا عم مخلوف قاعد بيتكلم فبيقول لي طب والله في جزء، قلت له يا عم ده اول هجمه للمنتخب السعودي، اول مره اشوف اسمه ايه جرء كنيف الحارس في الدقيقه 87. يعني اول هجمه في الدقيقه 87، اول مره يخش جوه ال 18 في الدقيقه 87، اول مصدر خطوره في الدقيقه 87. مشكله يبقى انا النهارده خسران 1 خسران 2 وانا اصلا مش قادر اوصل. وبعدين روس قافلين مساحات. انا نفسي منتخب مصر كان يتفرج كمان يعني ايه على اسلوب الدفاع ده. ما هو ده اسلوب دفاع ما بيوصلش اللي قدامك للجول وبتكسب بالزبط. 5 بالظبط. يعني خلي بالك برضو من اسلوب الدفاع اللي ما وصلش منتخب قوي محترم برضو. يعني المنتخب السعودي منتخب قوي محترم ما وصلش لمنطقه الخطوره في المنتخب الروسي لمده 87 دقيقه. خالد يبقى المنتخب الروسي بيدافع كويس ولا ما بيدافعش كويس؟ مش كده؟ طبعا بيدافع كويس وكسبان 5، يعني كسبان 5. ودي رساله انا ببعتها لمنتخب مصر، يعني احنا نقدر ندافع كويس وتكسب وتكسب بسكور مش لازم 1. يعني تقدر نتكلم زي ما اتكلمنا وقلنا تطلع تقدر تضغط تكمل الضغط بتاعك، طلعت بهجمه مرتده ما كملتش معاك اقف عليها وابتدي دور اللعب تاني وخليها هجمه عاديه بشكل او باخر.